كل التعدي اللي على المنشآت بتاعت الجسور بتاعت الترع أو منشآت الري، لا لا لا، ده وزارة الداخلية مع المحافظة والأوقات المسلحة محتاجين كل الكلام ده. لازم خلال 6 شهور أخد تمام إنه تشال. إحنا مش هنتحايل على حد. هو حد يغتصب أرض الدولة ونقول عشان خاطر أصل مصلحتهم، أصل هم حياتهم مهددة بالخطر؟ هو أنت تاخد أرض الدولة وتحايل عليك؟ وزارة الداخلية ولو الأمر تطلب القوات المسلحة، كل التعديات اللي اتعملت خلال 20-30 سنة اللي فاتوا يتشالوا واخد التمام خلال 6 شهور، زي ما انا بعمل تبطين للترع وبعمل اجراءات فوق الخيال فوق الخيال. وانا عارف انا بقول ايه، اللي بيتعمل في مصر ده فوق الخيال. يبقى انا كمان مش هقبل ان حد يتعدى على قدراتنا وعلى اللي احنا بنعمله عشان نحسن احوال الناس. من ضمن الاجراءات اللي بعملها حتى استعادة او انهاء التعدي، وقف كل الدعم اللي بتقدمه الحكومة من خبز وتموين واي حاجة تانية لاي حد يخالف. انا بقولها لكم لكل المصريين، اللي هيتعدى ويعمل اجراء مش مظبوط على اراضي زراعية او على ترع ومصارف، يوقف الدعم اللي بيقدم له من جانب الحكومة لغاية ما التعدي ده ينتهي تماماً.